في برنامج جالس بحوارات والحوارات طبعا صح. ماذا تقول في قول الشيخ محمد مصطفى عبد القادر لا مزمن؟ ماذا تقول في قول الشيخ محمد عبد القادر انه ساعته السلطه؟ هذا قول باطل طوالي باطل. ان قولك هذا هو ابطل الباطل يا مزمن. نفس الجغلان سالوا ابا بكر وقد نصب نفسه مفتيا، ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل؟ ان لم يتب الا ما بتب الا ما دار يتب ما بدعني